رئيس الوزراء الجمهوري الصومالي مدن حسن علي قيري أي واحد كقيب قال الشركة مدشة دوحة كا وكفر ميدال كاسي رئيس الوزراء أي واحد ولا كل مين مدح هذا الدال كاسي واحد وربحين كسي حالة هذا الدال كصومالي وكسوين هاي شركة سودو كلا واحد دافري أمريكا الدال كاسي واحد أنت بدن لوجة هذا يا رمها تكنولوجيا ده قالها واحد برشة ده يسودو كلا هيرك حلق الصومالي كتير أنت هيخد بدل سي فريتان كشركة كدب واحد وربعين تلا هاللي وشركة رمها وفدك الصومالي ذا وحاول قريب قليا وفدوه قامين يو رئيس الوزراء ووزير ربضان يو مسؤولين كلاتو أي كجران شركم أنتو حكو سابسين يهي أدون كأو قيب محالي هذا ملتايلاترال أما أدون كأو محالي هذا وجيه بضان له سداء أي أما قيب محالي هذا عن هل قلو أدونك أو تلديس يا مامل كيسة لودي هي سداء يا دول النما وناكس الله سميع وهي موضوع عمان تلقاها ليه رئيس الوزراء وحو حفلة دي فريتانكا وحو كلا كل ماي وحو كل ماي أمير كدلك كان وحو كلا كل ماي مدح كليته ويكمل تاي مدح دا رئيس الوزراء دلك ماليزيا وكم دي رئيس محلي هذا مدحوينها دلك رواندا وكم دي رئيس الوزراء استغرى دلك قطر مركا سهر سرع يا رئيس الوزراء لوس ودويي شركنا صعنا يا لبدا بريو صو صعوتا وحا كيمد الدون كمال كستايا ليس كيمد صوماليا سفي عنا يا لو غيب قلي ارماها صوماليا walaaga hadlay iyadoo la qirayo horumarka Soomaaliya ka socda anigu waxaan ka qayb galay kulamada qaar kood Soomaaliya looga hadlayay waxa kala joogay maxaliyada wakiilka hogayaha joogtada hogayaha qaramada midoobay James Wan oo isaguna ka qayb galay sheekooyinkaas marka waxa Soomaali aad ayaa looga hadlay oo arrimaha ka socda oo dhan lagu sheegay xagga horumarka dhaqaalaha iyo deen afinta oo hawshiisa si fiican u socoto waxaa sidoo kale laga hadlay maxaliyada xagga amniga marka waxaa kaloo laga hadlay gobolka geeska Afrika.